يمكن ساعات كتير بنبقى عايزين نواجه حد معين حصل لنا معاه موقف او حاجه، وتبقى وانت رايح له كده عمال تقول بس لما اشوفه هقول له كذا، بس لما بس اوصل كده، وتفضل تحضر وعمال تقول هقول ايه الاول واقول ايه تاني مره، ولو قال لي كذا اقول كذا، وتلاقي نفسك اول ما تروح او قبل ما تروح بتلف وترجع مش عارف تواجهه. او مثلا ممكن يكون عندك مشكله ان انت تواجه نفسك بحاجه معينه ومش عارف تواجه برضو نفسك بحاجه معينه. النهاردة احنا هنتكلم عن مشكلة المواجهة، ازاي اواجه نفسي، ازاي اواجه حد انا زعلان منه، ازاي اواجه اللي حواليا بحاجات تانية برضو ممكن تكون مزعلاني منهم. عشان كده معانا دكتور مصطفى النحاس الاخصائي النفسي، هنسأله اسئلة كتير اللي دايما بيفيدنا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. منور والله. ربنا يخليك. منور. الكاجوال منور والكلاسيك منور. قصدك على فاروق عايز تقول عنه حاجة معينة عن فاروق؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا رب. نورنا. ربنا يكرمك. هسألك أسئلة النهاردة، يعني أقول لك إيه؟ أنا أسئلة كتير النهاردة. وحشنا يا دكتور والله. عامل إيه؟ زي الفل. كله زي الفل؟ النهاردة يعني موضوعنا مهم جدا في الحقيقة، يعني إن بنتكلم عن المواجهة. أكيد المواجهة في حياتنا شيء مش سهل. لكن في الأول كده، هل المواجهة ده شيء مكتسب؟ يعني سلوك ممكن نكتسبه، ولا دي حاجه بالفطره كده بنتولد بيها؟ طبعا سلوك مكتسب، وهو بنتعلمه، وغالبا اهالينا بتفضل تفطس السلوك ده جوانا، تفضل فترات طويله تمنعنا ان احنا نواجه، ان احنا نستعي بنقول زي ما كنت لسه بتقول كده، ان احنا نقعد نفكر كتير، هقول له فلان كذا، طب هيرد عليا يقول لي ايه، بقعد ارسم سيناريو وهمي في دماغي قبل الموقف. من كتر ما انا خايف المواجهه، كتر ما انا عامل حسابها، فبيخلينا نستعي بفكره ان انا طالب حقي، طب اقول اللي قدامي ان انت اذيتني او جيت عليا. فهو سلوك محتاجين نتعلمه كلنا عشان نقدر نمارسه بشكل صحي. عظيم جدا. طيب اسمع بقى. اوكي. المواجهه والعتاب، في ناس كتير بتلخبط بينهم. ناس بتقول لك انا مش هواجه لانه انا ما بحبش انه اعاتب حد، ولا بحب حد يجي يعاتبني يوم من الايام. فهم خلطين الموضوع مع بعض، بس هو مش عارفين انه في فرق كبير بين المواجهه والعتاب. فممكن لو سمحت تقول لنا ايه الفرق بينهم؟ حلو. هو في فرق ما بين ان انا باخد حقي منك وما بين ان انا باكد حقي معاكي. يعني مش بالضروره مثلا اقول لك ان دي الكوبايه بتاعتي، مش بالضروره تديهاني، بس كفايه ان انا اعلنت الحق. فاعلان الحق ده هو توكيد الحقوق. يعني ممكن اكد حقي مثلا في الشغل وما اخدش الحاجه اللي انا عايزها، بس مره واثنين وثلاثه اللي قدامي بيعاملني على اساس ان ده حقي. الفرق ما بين العتاب واللوم هو ده الفرق. انه حق اللي بيعاتب هو يعني سوري مش اللي بيعاتب، اللي بيواجه ده عباره عن حقه بالظبط، اني باكد حقي وبقول لك بس ان ده الحق بتاعي. مش بتخانق، مش بجادل، مش بخش في صراع مع اللي قدامي. في فرق ما بين العتاب وما بين اللوم. العتاب لو احنا بينا محبه، بينا رصيد رايح جاي، فانا بعدك عشان محافظ عليك، عشان محافظ على العلاقه دي. بس اللوم المستمر مزعج جدا. اكيد. يعني الاشخاص اللي طول الوقت بتلوم على كل صغيره وكبيره، وتقول كلام سلبي اللي قدامها، تقعد تحسسه بالذنب طول الوقت، اكيد العلاقه بتتاثر بالسلب. فاحنا مش عايزين لوم مستمر، عايزين عتاب نحافظ بيه على علاقتنا ببعض. عتاب اساسه احترام الاثنين، يعني احترام حقوقي وحقوق اللي قدامي، مش هبقى باجي طول الوقت عليه وعايز اغلس عليه امشيه على هوايا. وهو ده الفرق. طيب دكتور، ايه اهميه المواجهه بالنسبه لصحتنا النفسيه او حالتنا النفسيه؟ يعني مثلا ممكن انا ابقى عايز اواجه حد بس مش عارف، وده عمال ياثر فيا يوم بعد التاني، ازاي ممكن ده يغير بقى من 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 حلاوه صحتي النفسيه او سبب سعادتي او اكتئابي؟ حلو قوي الكلام ده. يعني 50% لم يكن اكتر من الاوفر ثينكينج هو عباره عن السيناريو اللي بتتكلم عليه. يعني 3 ارباع تفكيرنا الزياده هو افكار المواجهه. هو ليه فلان لما قال لي كذا ما ردتش عليه؟ هو ازاي عدى الموقف الفلاني كان المفروض اقول رد احسن من اللي قلته؟ طول الوقت قاعد بعاتب نفسي وبانبها على ان المواجهه ما تمتش بالشكل ده. كل شعور مكبوت جواك ما اتكلمتش عنه بياخد من صحتك، يعني بياخد من صحتك النفسيه وصحتك الجسديه. الناس اللي عندها توتر وقلق، الناس اللي عندها اكتئاب، الناس اللي عندها اوجاع مزمنه مستمره، وجع في ظهره ووجع في رقبته، طول الوقت موجوع. هو موجوع من ايه؟ من كميه الكبت اللي جوه. تعرض تحول اعراض نفسيه جسديه. فانا محتاج باستمرار اعبر عن الشعور اللي جوايا. ايه يا دكتور؟ ايه ده وجع ظهر جامد ولا الانكزايتي يعني؟ طبعا. يعني همزه الوصل بين التعب النفسي ان هو يوصل لتعب جسدي او عضوي، يعني ايه يعني ايه اللي بيوصل ده لده؟ انا برضو في حلقه هنا مفقوده انا مش عارفها. صحيح. يعني زي ما بتقولي كده بالظبط، ان وجع الظهر يوصلنا او ان في عندي النهارده مشكله نفسيه مش عارف اتعامل معاها. اللي بيحصل ان جسمي بيشتكي من الحاجات اللي انا ساكت عنها. انا مش بتكلم عن الحاجه اللي انا محتاجها. مش بتكلم عن مشاعري، مش بعبر، مش بشتكي. ففي الاخر بيحصل ايه؟ جسمي بيشتكي مكاني. هو جسمي عنده قدره. اي ذكرى حضرتك بتحاول تنساها او تتناساها تاخد منك مجهود، تاخد منك طاقه نفسيه. حد قال لي كلمه بايخه وانا سكت، طب ما انا اتضايقت، حصل جوايا شعور سلبي، ما اتكلمتش عنه وما اكدتش حقي وما عبرتش، خزنت جوه. وانت بتخزن خدت مجهود منك. بتاخد طاقه نفسيه عشان تحطها جوه الصندوق الاسود بتاعك وتقفل عليها. تفضل محافظ على الذكرى السلبيه دي لفترات.
فده بيستهلك طاقتك الصحيه، فبعد شويه يظهر عندك الاعراض النفس جسديه. يعني يظهر اعراض تلف بيها على كل الاطباء، تعمل تحاليل واشعاعات وكل الفحوصات ما تلاقيش اي حاجه نفسي، مفيش اي سبب عضوي، هو الامر كله نفسيا. وطبعا بدرجه هنعرف ازاي نتخلص من ده، يعني هنقول كده بعض الحاجات بالزبط. ممكن البسيطه اللي ممكن نتخلص منها. دكتور، هنا ممكن المواجهه تخسرنا بعض الاشخاص؟ ممكن طبعا. هل المشكلة بيبقى في الشخص نفسه اللي بيواجه ولا في الشخص المتلقي اللي بيسمع؟ هو الحقيقة أي مشكلة ما بين طرفين الاثنين مسؤولين عنها، يعني النهاردة لو حصل بيني وبينك صدام فعليا جزء وأنت عليك جزء، بس لو بنقول النهاردة المسؤولية أكتر على مين؟ المسؤولية على المتلقي، يعني المتلقي محتاج يكون بدرجة نضج تسمح إنه يستقبل. بس يستقبل لحد عامل إزاي؟ والطريقة تكون شكلها إيه؟ هو ده بقى الموضوع بالظبط، يعني مسؤوليتي كشخص بيلقي أو شخص بيأكد حقه أو بيواجه إنه يحترم الشكل اللي بيقدم بيه المواجهة دي. يعني ما ينفعش النهارده مع حد بيني وبينه علاقه اروح اقول له كلام سلبي او اغلط فيه او ازعق له او اتخانق معاه عشان اقول ان انا بواجه، اصل انا شخص صريح، اصل كل اللي جواه بيخرج. لا، هي الصراحه لا تعني الايذاء، الصراحه لا تعني ان انا اخبط في اللي قدامي، الصراحه تعني احترام حدوده. فمن ضمن طرق المواجهه انك تحترم اللي قدامك وتحترم الشكل اللي بتواجه بيه وتحترم الطريقه كمان اللي هو بيستوعب بيها الامور. طبيعه علاقتكم، اكيد مش بواجه مديري في الشغل زي ما بواجه اللي بيشتغل تحت ايدي، زي ما بواجه زميلي، زي ما بواجه ابني في البيت، كل شخص له طريقه مختلفه. فانا محتاج ابقى واعي بده وانا بواجه. طب دكتور، لو انا جيت اواجه حد والشخص ده ما كانش عاوز المواجهه دي وقعد مثلا يكذبني او رفض، المفروض اتصرف ازاي؟ الحقيقه ان اللي قدامي عنده ادوات، يعني فكره التكذيب او فكره الرفض او فكره التخويف احيانا، انه يتخانق معايا او يقول لي هخسرك او هزعل منك، هي دي كلها طرق او حيل دفاعيه بيستخدمها عشان يزقني، عشان يوقف المواجهه دي. ما حدش فينا بيحب يحس ان حاجه هتتاخد منه اكيد، او يحب يحس انه غلطان. فانت لما بتواجهي حد بغلطه اول حاجه بيعملها انه يبتدي زي الطفل كده يرفص يدبدب، فيرفص ويدبدب ازاي؟ يخبط فيكي، يقول لك ان انت لا ده ما حصلش، انت مش واخده بالك، انت مش فاهمه كذا. يشكك في ده ويخليني انا عندي احساس كده، هو انا صح ولا غلط؟ هو انا على حق ولا لا؟ ما كده الواحد هيتشتت. صح بالظبط. فانا رايح اكد حقي، محتاج الاول ابقى عارف انا رايح اعمل ايه، هتكلم مع مين، هقول له ايه، وده مهم جوايا، ومدرك تماما ان في احتماليه ان قدامي يفلفص، يعني يقول لي كلام فيه شكل من الزق، من الدفاع. مش لازم يعترف لي حالا في الموقف، ممكن بعدها ممكن نتكلم مره تانية، بس كفايه ان انا اكدت حقي وواجهته، وده المهم. طيب دكتور، زي ما انت بتقول كده، في ناس اللي هي بتفلفص دي مش فلفصه، في ناس بتبقى عندها قدره على الرد، قلب الترابيزه، قلب الترابيزه طبعاً. ان انا ابقى انا رايح اواجهه بحاجات هو عملها مثلا، وانا شايف بقى ان هو مثلا مش غلطان، بس انا شايف ان الحق عندي بالزبط. فيروح هو بطريقته يحول الموضوع ويخليني انا بقيت في موقف ضعف، فهل انا انسحب في الموقف ده ولا اكمل ازاي؟ حلو قوي، في ناس شاطره جدا في الحته دي، انها تقعد تخزن لك، يعني تيجي في موقف مثلا تقول لهم اصل في كذا، لا تعالى بقى اقول لك ده انت غلطت في كذا وكذا وكذا والسنه اللي فاتت. ده اصعب نوع من البشر. مش عارف يفتكروا ازاي. انا نفسي والله العظيم، يعني الواحد مش عارف ازاي بيفتكر، يعني للدرجه دي في حد ممكن يبقى جواه يعني الكميه دي من السواد ان هو يشيل ويخزن ده كله؟ لا، ويقول لك بقى في الاخر مش دايما لازم تكون دكتور انه يكون الانسان جواه يعني في سواد، صح؟ مش لازم يكون في سواد، بس هو يعني اللي بيخزن. لا هو التخزين للحاجات دي انا شايف ان هو ده عدم تصالح مع النفس. طبعا التخزين لاي مواقف سلبيه غير صحي، وهو اكيد عدم تصالح مع النفس. بس اللي بنتكلم عليه هو شخص بيابيوز، هو شخص بيحاول يستغل اللي قدامه او بيأذيه من سنين فاتت وبيجمع له كل قديم وجديد مثلا. طيب طب كده انسان ما بيعرفش يواجه، علشان كده عم بيخزن في قلبه، فلما مره خلاص عبى 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 معه فقع. حلو قوي، ما عشان كده احنا بنقول ده شكل غير ناضج. ده معناه ان التخزين امر غير صحي، لانه هيجي في لحظه تنفجر. بس احنا بنتكلم هنا على قلب الترابيزه، مش بتكلم على حد ان هو يعني كويس وحد بيخزن ومش عارف ياخد حقه. لا، بتكلم زي ما الخطيب قال كده شويه، يعني ان هو حد ملوش حق في حاجه، فانت صاحب حق، فهو بيتفنن او عنده القدره المقنعه جدا ان هو يعرف ازاي يخليك انت في موقف ضعف. فهنا بيستعين ببعض الحاجات اللي هي ممكن حصلت قبل كده كتير جدا. صحيح. بشكل صح او مش صح، فهنا عشان يقلل من موقفك. انا بتكلم على الشخصيه دي زي ما انت قلت يا بيبو، صح كده ولا ولا الكلام مختلف؟ الشخصيه نفسها دي ازاي اتعامل معاها؟ هو هو ماسك عليك اخطاء، مش حتى مخزن لك من القديم والجديد. هو انت بتكلمه في موقف فبياخدك في قصه ثانيه خالص، بياخدك في اخطاء انت عاملها بالزبط. بس اصلا مش هو ده الموضوع اللي احنا جايين نواجهه. مظبوط. مش جاي اتكلم معاك في النقطه دي، انت جاي تقول له مثلا انت امبارح كلمتني بالطريقه الفلانيه، فهو يكلمك عن موقف حصل من سنتين فاتوا. مظبوط. هو مش ده اللي احنا جايين نتكلم فيه. عادة لو حد بيراوغك، يعني بدأ يلعب معاك لعبة التعبان، ما بيمشيش مستقيم. فأنت هتبتدي تقفل معاه البيبان، يعني ما تسيبلوش مجال انك تروح وتيجي معاه. مش هياخدك الموقف الفلاني فترد عليه وتتكلم معاه فيه، انت هتتكلم معاه في الموقف نفسه. انا مش بكلمك عن اللي فات، انا بكلمك عن الموقف الفلاني. لقيت المراوغة دي عمال تزيد او عمال يقلب عليك الترابيزة، سيب له المعلومة ويمشي.
يعني قول له انا مش جاي اتناقش معاك في كذا، انا جاي اوضح لك واحد اتنين تلاتة. يعني خليك مختصر في كلامك، ما تقولش كلام كتير، وخليك تو ذا بوينت، انت عارف انت رايح تتكلم في ايه، محدد النقطه بتاعتك، واحسسه ان هو اللي فاز. يعني لما يقول لي حاجه لازم ارد عليها واقفلها، عشان ما يبقاش عنده احساس ان انا شفت بقى اهو انت جاي تكلمني فانا رحت ولا سايب الموضوع للمناقشه مره تانية، اصل احنا مش هنقعد نتناقش تاني في نفس الكلام، لان هو واضح ان هو بياخد الموضوع في جيم، فانا مش هدخل معاك الجيم ده. يعني الانسحاب مهم، الانسحاب مهم والتوضيح مهم. طب امتى هنا الانسحاب ما يكونش مهم ويكون ضعف للاشخاص اللي هم ممكن بيوصلوا لبدايه يعني المرحله ان هو هيواجه يعني. لا وما يواجهش ان الشخص من البدايه يواجه، هو يعني طبعا اغلب الوقت اغلب الناس عندها مشكله اصلا في المواجهه. لان في صوره ذهنيه عندنا ان المواجهه تساوي خناقه. المواجهه تساوي خساره الشخص اللي قدامك. بالظبط، هي خساره الشخص اللي قدامك. يعني لا مش قصدت ليه كده، هي عادي. يعني ان جنرال لو اي انسان بيخاف، لو بيكون بيحب الانسان اللي قدامه او بيكون معلق فيه، بيخاف انه يخسره، فبيخاف يقول له حتى على اي حاجه، مثلا في شكله، مثلا الجينز ده مثلا مش حلو عليك، بيخاف يقول هذا الموضوع علشان الانسان اللي قدامه ما يزعلش. ما بالك على حاجه مضايقاك مزعلك، اكيد هتخاف، لانه هتخاف تجرح الانسان اللي قدامك. مش معناته دي ضعف في الشخصيه، مش ضعف في الشخصيه، بس هو الفكره كلها انا شايف نفسي ازاي. وانا النهارده لو شايف مثلا ان حد اذاني، حد ضايقني، فانا رايح اكد مع حقي وخايف ازعله. طب ما انا زعلت، طب ما هو زعلني وما خافش ان هو يزعلني، طب ما الموقف نفسه اذاني. زائد ان مش بالضروره اللي اذاني ده اذاني عن قصد، يعني ما لازم يكون بالعلاقه في حدا يعني اخاف من حدا. يعني لو ده دلوقتي انا افكر انه لا ليه هو ما فكرش فيا وزعلني، وانا افكر نفس الحاجه، هتفشل العلاقه. طبعاً فلازم حد يكون في عنده شويه حنيه اكتر. بالظبط، بس انا مش رايح اواجه عشان اخسره. انا رايح اواجه عشان اوضح. فمثلا يعني نفترض ان حد النهارده دايس على رجلي ومش واخد باله، وانا سكت، هيحصل ايه بعد شويه؟ هو فضل دايس، هتورم رجلي وهدورم رجلي، وبعد شويه هصرخ فيه وازقه. هو هيستقبل الموضوع ازاي؟ ان انا راجل مجنون، ان انا مش شخص مش طبيعي. طب ما قلتش من الاول ليه؟ يعني احيانا المواجهه البسيطه بتحل مشاكل كتير جدا. مجرد السكوت على حاجه، يمكن زي ما انت قلت، هلا لما قلتها فتحت لي عيني على حاجه، انه بجد لما الواحد يكتم بالاخير بينفجر. ده حقيقي، يعني مش انه شوي بيفتح. صح، زائد ان انا لما بعرف اللي قدامي، مثلا انا دخلت قلت لك من فضلك الاوضه دي فيها المكتب الفلاني وفيها الكرسي الفلاني، وانت داخل هات كذا، خلي بالك، انا سهلت عليك الموضوع. غير لما سبتك تدخل اوضه ضلمه مش عارف فيها حاجه. كذلك مع الاشخاص، لما بتعرفيهم اللي جواكي، انا بحب كذا وبكره كذا، ده بيساعدهم في التعامل. ده بيخليهم يقربوا مني بسهوله اكتر. فانا محتاج علاقتي بالدنيا تبقى اوضح لحسابنا احنا الاثنين. طيب دكتور، هنا عايزين نفرق في اشكال المواجهات في حياتنا. يعني المواجهه في الحياه الشخصيه عامله ازاي، المواجهه في العمل عامله ازاي، وحتى برضو لو في مواجهات اخرى قلنا عليها مع الاشخاص اللي هم الغرب شويه، او في الحياه الاجتماعيه بتاعتنا في المجتمع يعني. وهل هنا المواجهه، معلش، في الحياه الخاصه شويه، هل هنا ممكن تمنع بعض المشاكل الزوجيه او بعض المشاكل اللي دخل فيها بقى الافكار الاخرى بقى، من ضمنها الخيانات بقى باشكال مختلفه ومتنوعه، السوشيال ميديا غير السوشيال ميديا وخلافه، ولا هنا المواجهه بتكون خلاص هي تعتبر مصير يعني محسوم للطلاق؟ جميل، الكلام ده محترم جدا. الحقيقه ان المواجهه هي حل لاكثر من نص مشاكلنا الزوجيه. والمواجهه الصحيه، مش المواجهه بالخناق. تمام. يعني ايه؟ يعني مشاكل كتير زوجيه بتتحل لما بنواجه، لما بنتكلم. ومحتاجين عشان يكون في مواجهه صحيه يكون في كوميونيكيشن اصلا صحي. يعني يكون في شكل من التواصل المحترم. يعني دايما بنقول ان الشكل الصحي جدا المواجهه تكون TLC، تندر لاف كونفرونتيشن، يعني علاقتنا ببعض فيها تراحم، ما فيهاش صدام. يعني انا بقول اللي قدامي حاجه عشان اكسبه مش عشان اخسره. فلما بواجهه بقول له انا حاسس بايه، بقول له مشاعري، وبقول له ان انا مهتم بيه ومهتم ببقائه في العلاقه دي، يعني مهتم بالشخص انه يكمل معايا. مش بقول انا بقول له كده عشان اضايقه او عشان اذيه عشان اخبطه، انا بقول له كده عشان انور له حاجه تخلي علاقتنا اقوى. اسهل شكل يتم في العلاقات المستمره ان احنا نقنن ده. مثلا هيبقى عندنا يوم احنا بنكتب، كل حد فينا متضايق من حاجه بيكتبها على جنب، ما نبقاش طول الاسبوع مثلا بنتخانق. احنا بنقعد يوم في ساعتين في الاسبوع بنتكلم فيهم، انا اتضايقت منك في 1 2 3 عشان كذا كذا، فبسمع من قدامي تفسير ده والموقف اتحل. يا ريت يحصل الموضوع يفضل مرتد، الدنيا كلها تتحل بالطريقه دي. حاجات كتير هتتحل وحاجات بسيطه جدا. مثلا موقف يعني صغار جدا، موقف مع الاهل او موقف مع الصحاب، انا اتضايقت منك لما كلمتني بالشكل الفلاني قدام الناس، جايز هو ما خدش باله، جايز الموقف اللي انا عشت فيه وكبر في دماغي وعمل لي ازمه اللي قدامي اصلا ما حسش بيه، قاله بشكل عفوي تماما. او جواه من ناحيتي شويه غضب ما اتكلمش فيهم، فمجرد ما خرجناهم حلينا الازمه. فاقصد اقول المواجهات كل ما كانت بدري كل ما حلت لنا مشاكل كتير وتجنبنا خلافات اكبر.
طيب دكتور، هل المواجهات عموما دايما تكون بسبب خيانة او بسبب حاجة حصلت قوية زي الخيانة لازم تكون مواجهة كده، ولا ممكن المواجهة دي تكون في حاجات تانية غير الحاجات الزوجية والخيانة والحاجات الصعبة دي؟ حلو، احنا الحقيقة محتاجين نواجه في كل الاشياء، وعشان تعرف تواجه في الحاجات الكبيرة محتاج تتعلم تواجه في الحاجات الصغيرة. والمواجهة هنا مقصود بيها توكيد حق، يعني بقول قدامي مثلا ما بحبش حد يستخدم فرشة شعري، مثلا ما بحبش حد يستخدم الفوطة بتاعتي، دي حاجات صغيره جدا واحيانا بننساها فبيحصل بسببها مشاكل. مظبوط. انا ما قلتش للي قدامي، يعني قبل ما تتخانق معاه وقبل ما تقول له انت مش شايفني، قول له الاول بتتضايق من ايه. عرفه ايه الكويس وايه الوحش بالنسبه لك، عرفه انت محتاج منه ايه، محتاج منه مثلا كلمه حلوه، محتاج منه عايزه ورد يا ابراهيم مثلا المثال الشهير، عايزه اهتمام بشكل معين، عايزه مسج الصبح، يعني حاجات بسيطه انا محتاجاها بواجه بيها. طب ده بيعمل ايه؟ بيخلي علاقه بينا صحيه، فلما يجي يوصل لقدر الله المشكلة كبيرة نعرف نحتويها، لأننا عندنا تاريخ سابق من حل المشاكل، نعرف نتكلم، نعرف نتواصل، لأن احنا عندنا مشكلة في الكلام، أغلبية البيوت ما فيهاش التواصل ده. ده حقيقي، يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي فيها مشاكل. كل حاجة بطلت زي زمان، يعني حتى بطل في تواصل زي زمان، لأنه الناس هلأ صارت كلها أصلا عم تتواصل من خلال السوشيال ميديا. بطل في الكونفرونتيشن زي ما كنت حضرتك عم بتقول، في غاية الأهمية. لا يوجد مواجهة عن طريق السوشيال ميديا. لا يوجد مواجهة بالكتابة. يعني أنا لو بتجيني مسج قد كده، حدا عم بيواجهني في مسج قد كده، أنا ححط في بالي وفي دماغي لحالي، حقعد أتخيل التون بتاعه عاملة إيه، هو حاسس يمكن هو بزعق، هو يمكن ما يكونش بزعق، في نفس الوقت يمكن هو يكون عن بجد بيكون بيتكلم معايا بنية صافية، عاوز بس خلاص ما فيش الكونفرونتيشن فيس تو فيس. صحيح، ده غير بضل في يعني انه يكون هاي. طب دكتور بدي اسالك سؤال بس لانه موضوع لازم نحكي فيه، اللي هو عاوزين نصائح، لانه في ناس ما بتعرفش تواجه، عاوزه نلاقي مثلا بس يعني نصايح كده خفيفه لاي شخص علشان يعرف يواجه الانسان اللي قدامه. جميل، اولا انت محتاج تعرف قدر نفسك قبل اي شيء، يعني البيز بتاع القصه اساس الموضوع انك تبقى مدرك قدر نفسك. أوكي. مدرك ان الحياه مش انا يا اللي قدامي، مش انا انت، الحياه انا وانت، يعني كل واحد فينا له مساحه وله حق، مش ان اللي قدامي هياخد حق او انا هاخد حق، مش ان انا هاخد حاجه من اللي قدامي، هو الحقيقه ان انا لما بطالب بحقي مش باذيه في حاجه. انا بس بوضح الحدود لحد فين. كل علاقاتنا متشابكه وفيها مناطق جراي ارياز، فيها مناطق كده رماديه، لو انا مش مدرك المناطق دي وعارف اتكلم فيها مش عارف اواجه. فانا محتاج رقم واحد ادراكي لنفسي، رقم اتنين ابقى مدرك العلاقه دي طبيعتها ايه، يعني شكل العلاقه بيني وبينه هي عباره عن ايه. ثالثا وهو مهم جدا، ما تواجهش عن طريق حد، يعني ما تقولش الفلان روح قول له كذا، ما وسطش حد وسيط في الموضوع، يعني لان اي مواجهه عن طريق طرف ثالث بتكبر المشكله ما بتحلهاش. عمره ما بينجح التواصل، لو انا حكيت له حاجه فهو حكى لي عمره ما هتظبط، هيفضل دايما في مشكله، هينقل الموضوع بمشاعره هو وبادراكه هو، مش بادراكي انا ولا انا شايفه. فخلي المواجهه بينك وبين اللي قدامك، وخلي الامر مقتصر على المحبه، يعني اللي ما بيننا وبين بعض هو حب، فمش حاجه وحشه، والمواجهه كذلك. يعني ممكن نطلع من مواجهه حابين بعض اكتر، طبعا مواجهة تقربنا ما تبعدناش عن بعض. صح، محتاجة أبقى شايف ده وأنا رايح أواجه. دكتور نورتنا وفدتنا واستمتعنا بالفقرة دي بجد، ميرسي لإلك. شكرا لك، وإن شاء الله بنشوفك الأسبوع الجاي في فقرة تانية. خطيب ثانك يو لإلك، بنحبك يا دكتور والله. ربنا يخليك. والله والله يعني ادينا طاقة كده حلوة كده والدنيا جميلة دايما كده، الدكتور منورنا بحاجاته. فاروق ثانك يو لإلك. نحن للاسف فقرتنا خلصت، وبتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفقره دي وعرفتوا كل يعني تركزتوا على الحاجات اللي قالها دكتور مصطفى. ما تعاتبوش، بالعكس اتكلموا بطريقه وصفوا نيتكم، ودايما ما تفكروش بانت وانا، فكروا بنحنا. فقرتنا للاسف خلصت، هنطلع فاصل نرجع من بعد الفاصل مع الفقره الرياضيه مع زميلي فاروق.